السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على الجزء الأخير من برنامج الموردين، وطبعا زي ما اتفقنا قبل كده اتكلمنا على الفورم لوجن، وازاي بندخل من الفورم لوجن الفورم مين، وازاي بنضيف شركة جديدة، وازاي بنعمل ابديت، وازاي بنعمل ديليت، وازاي بنضيف مجال شركة جديد. النهاردة هنتكلم على السيرش، وهنتكلم على الديترمين او النوتة اللي احنا او التذكير او المنبه اللي هو بيذكرنا باي مواعيد عندنا. طبعا لو جينا دوسنا دبل كليك على بطن اسمه سيرش، هف البطن مكتوب frm search.show، يعني عندي في فورم اسمه سيرش بظهره، بعد كده بخفي الفورم اللي انا موجود فيه، بقوله هنا go to definition. طبعا كل ده مش محتاجه. نبتدي نشوف هنا الفورم بتاعتنا، فورمة السيرش. الموضوع بسيط جدا وسهل. هنبتدي نشوف الفورمة بتاعتنا. ضفنا هنا جروب بوكس 1، وحطينا جواه 2 جروب بوكس، ادي جروب بوكس 2 وجروب بوكس 3. هنبتدي على الجروب بوكس الاول، ضفنا راديو باتون. الراديو باتون دون سميناه راديو باتون كومباني، راديو باتون زي ما احنا شايفين، راديو باتون كومباني فيلد، راديو باتون سيتي. لو احنا بصينا كده على طول انا من غير ما ابص على الاسم هنا بعرف راديو باتون تليفون، راديو باتون فاكس، راديو باتون نيم، راديو باتون تايتل، راديو باتون موبايل، راديو باتون كومنت. ادي الاسماء بتاعتنا، سهله جدا مش صعبه. بكده السيرش تايب راديو باتون اول وورد، يعني لو انا بدور على كلمه معينه، لو انا مسجل جوه الداتابيز اسم من الاسماء وبدور عليه، مثلا بدور على شركة، الاسم الشركة دي مثلا شركة الرقحي، فلما اجي انا عارف ان انا جوه الداتا بيس كاتب اسمها شركة الرقحي، متأكد من الاسم بتاعها، ممكن اعمل سيرش واضيف الاسم على طول هنا. لو انا بدور على عندي كذا شركة اسمها شركة الرقحي مثلا للألمونيوم، شركة الرقحي للزجاج، اي حاجة، بضطر ان انا بكتب كلمة الرقحي بس واعمل سيرش، هو بيجيب لي كل انواع شركات الرقح مثلا اللي موجوده عندي. وطبعا دون تكست بوكس سيرش، وهنا بي تي ان سيرش، هنا بي تي ان ديليت كارنت كومباني، بي تي ان ابديت، بي تي ان رينيو سيرش، بي تي ان هوم. ده اللي بيرجعني باك. لو احنا شفنا هنا تكست كومباني، كومبو بوكس كومباني فيلد، تكست سيتي، تكست تليفون، تكست فاكس، تكست نيم، تكست تايتل، تكست موبايل، تكست كومنت. وطبعا في حاجه هنا عندي احب اوضحها، في عندي ليبل اسمه ليبل اي دي. الليبل ده انا مخليه هنا بيعتبر فلاج بالنسبه لي. لو انا بقى مثلا بعمل ديليت استرك فروم مثلا اسم التيبل، وير مثلا الاي دي ايكوال الاي دي اللي هو الليبل اي دي دوت التكست. هنبتدي نشوف الفورم بتاعتنا بتعمل ايه، او نشوف ايه اللي جوه الفورم بتاعتنا. دوسنا على الفورم كده، وبعد كده دوسنا اف 7، عملنا الكونكشن بتاعنا. طبعا في حاجات مش هتكلم عليها لانها شرحتها قبل كده. بعد كده الفورم اللي اسمه سيرش، الايفنت اللي اسمه لود او لود، هنعمل درول للليبل، نرسم الليبلز بتاعتنا. وعندنا في 3 باتون للانيبل بتاعتهم ايكوال فولز، الباتون ديليت كارنت ريكورد، بتون رينيو سيرش، البتون ديليت. يعني اول ما افتح الفورم بتاعتي البتون ديليت والابديت والريسيرش، الثلاثه دول مش محتاج اخليهم انيبل بترو، لازم يكونوا يعني مش اكتف عشان انا مش محتاجهم في اللحظه دي. هنبتدي عندنا بتون اسمه سيرش، هنشوف ايه اللي بيحصل فيه. هندوس اف 5، فتح الفورم بتاعتنا، اتفتحت الفورم قدامنا زي ما احنا شايفين. هندوس على سيرش عشان نروح لصفحة السيرش بتاعتنا. في هنا السيرش فيلد، هنشوف هنا الكومباني، وادي الاكزاكت وورد. هقول هنا طبعا اكزاكت وورد، وانا كتبت كلمة الرج وعملت كده سيرش، جاب لي هنا عشان ادس بريك بوينت، فهيبتدي نمشي لاين لاين. هندوس اف 10، وطبعا زي ما اتفقنا لازم نحط تراي وكاتش، تراي وكاتش عشان لو حصل عندنا اي
بج في الكود او اي مشكله في الكود، ما تطلعش ايرور مسج للمستخدم هو مش هيفهمها، وممكن يدوس كل الداتا اللي هو مدخلها في الفورم دي تضيع ويضطر ان هو يكتبها من اول وجديد. ممكن حاجه تتعالج وممكن حاجه تكون غلط في الكود. طبعا بنعمل تراي وكاتش، بنقول لو احنا قرينا بس الكونديشن ده لوحده من غير النوت دي، اف ان التكست سيرش دوت التكست ايكوال ناثينج، يعني لو التكست ده فاضي اعمل اللي وراه. طب لو احنا قلنا اف نوت، يعني التكست سيرش ده لو مش بيساوي ناثينج، يعني لو مش فاضي كمل، لان انا محتاج ان انا كل الايفنت اللي انا بعمله على السيرش. فلو احنا جينا هنا لو شفنا التكست سيرش دوت التكست اسمه الركح زي ما احنا شايفين، لو احنا وقفنا كده كله عليه وشفنا ادينا فولس، يعني عشان اعتبر دوام مش فاضي. طب لو احنا جينا كل اف النوت تكست كذا ادانا ترو، يبقى انا كده هخش الايفنت بتاعي هنا عشان بعمل سيرش، دخل بي تي ان ابديت دوت انيبل ايكوال برضو فولس، مش محتاجهم لسه دلوقتي، والبي تي ان ديليت كارنت برضو فولس، والرينيو فولس، والداتا سيت بعمل لها كلير عشان لو مفتوحة غلط او حصل ايرور في البرنامج او حاجة بضطر ان انا افضيها خالص، والكونكشن بعمل له كلوز مش محتاجه. بعد كده static m as integer equal 0، بعد كده بقول if ان التكست سيرش دوت التكست equal trim، يعني لو التكست بتاعي ده فاضي زي كده الكوتش بتاعتي جاي هنا بفولس هيعمل اكزيت. طب لو لا هيكمل، هل هنا الراديو باتون اتشيكد اول وورد؟ قال لي اه انا كده معلم. هضطر انا اخش على فانكشن اسمها اكزاكت سيرش، يعني بنفس الكلام المكتوب قدامي يعني الشركه كلها، لكن هنا اللي بعدها اسمها جنرال. خلينا نشوف واحده واحده. جينا هنا برايفت سب اكزاكت، طبعا الفرق بين السب والفانكشن او برايفت سب والفانكشن ان البرايفت سب بنفذ بيه عمليه معينه زي ما انا شايف قدامي كده، باخد من الجمله اللي قدامي دي برجع بالجمله السلكت بتاعتي، لكن لو انا بستخدم فانكشن الفانكشن ممكن ارجع بيها انتجر، برجع بيها سترينج، برجع بيها ديسيمال، برجع بيها بولين يعني ترو او فولس. طبعا الحاجات دي ممكن نشوفها بعدين، مش عايزين نتطرق لحاجة أكبر من اللي احنا فيها. هندوس F10 نبتدي نشوف. جينا عند أول نقطة وبشوف هل الراديو باتون نيم دوت تشيك ده؟ لأ. فطبعا السيلكت هنا مش هياخدها. أهم حاجة يا جماعة ناخد بالنا من جملة السيلكت بتاعتنا، لو فيها أي كومة مش مظبوطة هتبقى فيها مشكلة. نبتدي نشوف هل الراديو سيتي تشيك ده؟ لأ. الموبايل تشيك ده؟ لا. الكومباني تشيك طبعا ده ترو زي ما احنا شايفين. هبتدي يخش هنا ويكمل لحد الاخر خلاص، يعني معنى كده دوست في اي حته هنا هيقولك ان الاس كيو ال سترينج هيساوي سيلكت استريك فروم سبلاير وان الكومباني ايكوال الرقح. هنبتدي نكمل كده خلاص، خد الجمله هيبتدي يكمل بعدها. طبعا زي ما احنا شايفين هنبتدي كونكشن اوبن وبعد كده نقول له الداتا ادابتور ونكمل بيه. هنشوف هنا الجمله بتاعتنا موجوده معانا زي ما هي، هيبتدي يفل هنا بعد ما خد التيبل اسمه سبلاير والداتا ست بتاعتنا نقلناها عن طريق الداتا ادابتور، هيكمل يقول المي دوت البايندنج تكست دوت داتا ست للسبلاير دوت الكاونت، جاب لنا هنا زيرو لان هو كده ما لقاش داتا عندي. هبتدي اكمل. طبعا في الحاله دي هتظهر لي رساله يقول لي ان الكلام ده كله مش موجود، مفيش حاجه عندي داتا بالكلام ده. هدوس اف 5 على طول، مفيش حاجه ظهرت عندي فاضيه. طيب لو انا جيت هنا للجنرال وقلت له هنا قلت له سيرش، بس المره دي انا عامل كومبن وعامل جنرال، هنكمل اف 10 واحد على طول نفس العمليه بتاعتنا، بس كل اللي احنا هنشوف ان هو الراديو باتون اول دوت تشيك ده لا. هبتدي اخش على الثانيه على طول، راديو باتون جنرال وورد تشيك ده هيقول لي هنا بترو. نبتدي نخش على الجنرال سيرش،
هي نفس الفانكشن التانية، بس باخدها ان هنا لايك. لو احنا بصينا اللي قبلها هتقول ايكوال، لكن المره دي انا بقول لايك. الفرق بين الفانكشن يا جماعه اللي اسمها اكزاكت سيرش، هي نفس. لو احنا جينا كده اهي نفس اللاين، نفس الجملة، نفس اللي تشيك، نفس كل حاجة، بس اسم الفانكشن نفسها مختلف. وفي نفس الوقت مكان النيم ايكوال، هنا النيم لايك، وطبعا بنحطها علامة البرسنتج بتاعتنا. نكمل، نخش نكمل 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 برضو. الكومباني هنا بقى عندي السيكوال بتاعت سيلكت استك فروم سبلاير وين الكومباني لايك، يعني الـ اسم الكومباني لايك ده. هنشوف هنا ايه اللي هيجرى. بنفتح الكونكشن، بنكمل نفس الموضوع، مفيش اي مشكلة. بنشوف هنا داتا بايندنج بتاعتنا بتساوي كام. جاب لنا هنا في 18 شركة بنفس الاسم. اكمل طبعا، اول ما بدوس هنا اف 10 هبتدي يجيب لي داتا عندي. طبعا في يا جماعة نقطة لازم ناخد بالنا منها، بعد كل لاين من لاينات الكود دي او من بعد كل داتا بايندنج، بعد ما بنعمل اب بنعمل كلير، لان دي في ناس كتيرة بتقع فيها لنفس التكست، عشان بعد كده لو انا شايل الكلير ده مش ضايفه هيجي في المره التانيه ما بعمل سيرش هيقول لي ان الداتا بايندنج دي اوريدي موجوده. هنكمل طبعا كل حاجه زي ما احنا متفقين، التكست كل الحاجات دي احنا واخدينها قبل كده. هدوس اف 5 على طول، جاب لي الداتا فعلا كلها قدامي اهي. طيب لو انا، عشان طبعا لو انا جيت هنا مثلا قلنا الشركه اسمها اقول ري، اول ما ادوس على حرف الريسيرش دون، خلينا نشوف ايه الريسيرش ده بيعمل ايه. بي تي ان رينيو سيرش، كل اللي بيعمله بيقفل الحاجات بتاعتي كلها تاني. البي تي ان سيرش بخليه انيبل تاني، والباتون ابديت والكلام ده كله بنعمله في فولس، بنرجعه زي ما كان. الجريد فيو بتاعتي ريكوردز دوت داتا سورس بنخليها بناثينج، وبعد كده بنعمل ريفرش عشان يفضى خالص، وكل التكست بتاعنا كله بنفضيه خالص. تمام، بنبتدي نشوف الفورمه بتاعتنا. هنيجي هنا ندوس اي حاجه تانية ونعمل سيرش، هي نفس الفكره مفيش اي مشاكل، جابت الداتا بتاعتي كلها. بس انا هنا ممكن اعمل حاجه بسرعه عشان اتاكد من الداتا بتاعتي ايه اللي بيظهر. لو انا خدت المي دوت البايندنج دوت الكاونت وعملت هنا في الاخر هنا خالص مفيش مشكله، دوست اف 5 بسرعه، اللوجن، السيرش، جيت هنا الكومباني جنرال، دوست هنا شركة اسمها صاد، عملت كده قال لي ان العدد بتاعي 119. طيب لو قلت له ريسيرش وجبت له هنا عين سيرش قال لي هنا 205. انا كده كل مرة بتأكد ان السيرش بتاعي مظبوط. اسمها الف سيرش 396، ريسيرش قلت له هنا ح تمام 59، يعني معنى كده ان الكود بتاعي كله شغال. تو ريسيرش في هنا حاجه عايز اكد منها، طبعا هو العمليه دي كلها سهله مفيش اي حاجه صعبه، بس خلينا نتاكد. احنا طبعا كل اللي بنلعب عليه دلوقتي يا اما الجنرال يا اما الاكزاكت، خلينا نشوف الجنرال، ان الجنرال بتبقى اسهل لنا. جو تو ديفينيشن، هدوس هنا لان بعض الناس في حاجات مش بيكونوا واخدين بالهم منها. ادي اسم الشركه، قلت ريسيرش، قلت حرف الصاد، بس الصاد المره دي انا هقول ان هو كومباني فيلد. انا بس عايز اوضح النقطه دي عشان دي نقطه هي سهله مش صعبه. دوسنا الكومباني فيلد هنا وقلنا له طبعا جنرال وسيرش، اول لما يجي يخش بيكمل هنا عندنا دوس اف 10 واحده واحده. هنا المره دي اللي انا ضايف عندي او انا مختاره الكومباني فيلد، يعني معنى كده الراديو باتون دوت الكومباني فيلد تشيك ده هيقول لي ترو. طبعا يخش هنا لو احنا شفنا سيلكت استريك فروم سبلاير وين الكومباني فيلد لايك صاد، طبعا ناخد بالنا ان الكومباني فيلد هتلاقي كومباني اللي هي راديو باتون، هتلاقي موبايل، راديو باتون سيتي، الحاجات دي كلها يا جماعه بتظبط لنا الكود بتاعنا، وناخد بالنا ان الكود بتاعنا شغال مظبوط. طبعا كده خلاص اف 5
جابلنا قال لنا ان في 44 شركة هم الموجودين عندنا. لو احنا جينا هنا ادي 44 شركة زي ما احنا شايفين قدامنا كده. ادي الشركات بتاعتنا، العملية واضحة ومظبوطة مفيهاش اي مشكلة. بنبتدي لو احنا زي ما احنا شايفين ادي الكود بتاعنا قدامنا مفيش اي مشاكل. btn search نبتدي نشيل المسج بوكس اللي احنا قلنا عليها، هنا برضو الجريد فيو ريكورد مش ضايفين لها حاجة. ماشي، ادي كده عندنا الفانكشن بتاعتنا. ولو احنا عايزين نعمل ديليت للكرنت ريكورد ندوس دبل كليك عليه نشوف هنا بيقول ايه. هنيجي هنا نشوف ان البتون ديليت بيقول المسج ار يو شور تو وانت تو ديليت كرنت كومباني. لو احنا شوفنا كده هيبتدي هنا يدلت عندنا مفيش اي مشاكل. بعد كده بنعمل الادابتور بتاعنا وبندلت عن طريق الليبل اي دي، يعني كل مرة في كليك عندنا جوه الجريد فيو بنشتغل بتضاف عندنا النقطة دي. وزي ما احنا شايفين يا جماعة قدامنا هنا في نقطة أحب أوضحها، دوسنا F7 في حاجة هنا اسمها الجريد فيو بتاعتنا ريكورد. هنقول في حاجة اسمها سيلكت أو كليك سيل كليك. بنقول هنا إن الليبل أي دي بتاعنا دوت التكست هيساوي الجريد فيو للريكورد أوف الكولوم أوف الزيرو للرو إندكس للإيفن دوت الرو إندكس. بمعنى إن أنا عندي الجريد فيو بقول إن الكولوم اللي هو رقم زيرو اللي هو رقم الشركة و الرو اللي انا فيه الايفنت بتاع الرو اللي انا بدوس عليه كليك دوت الفاليو، علشان لما اجي عايز اعمل ديليت هنا للشركة بقول هنا زي ما احنا شايفين ديليت فروم سبلاير وينر الاي دي ايكوال الليبل اي دي دوت التكست، ميبقاش العملية فاضية خالص. ولو انا بعمل ابديت هتبقى هي نفس الموضوع، ابديت سبلاير سيت للنيم ايكوال كذا، هتلاقي في عندنا فلتريشن وير في الاخر ان الاي دي ايكوال ليبل اي دي. تمام، طبعا العمليه دي كلها سهله مفيش اي حاجه صعبه. ولا في حد عنده اي مشكله يا جماعه يا ريت يبقى يوضح لنا. ده بالنسبه للنقطه هنا اللي قدامنا. هنبتدي نشوف بسرعه الجزء الاخير الموجود في صفحه المين اللي هو الديتيرمن. طبعا نشوف الديتيرمن ده ايه اللي بيتم فيه بسرعه عشان ناخد بالنا منه. ادي عندنا الديتيرمن بتاعنا، هقول هنا مثلا بعد ساعه صلاه الفجر، هقول هنا الساعه 4:05، بس هنقول هنا الساعه 4:05 و24 هقول هنا ومثلا 35 وقول هنا add reminder وتضاف خلاص. لو انا عملت كده مينيمايز شوف ايه اللي هيجرى. اللهم فرج هم زي ما احنا شايفين قال لنا بعد ساعة صلاة الفجر ونفس كرب المكروبين واقض. عملت هنا الابديت بتاعي وقلت خليه لا لما يجي 45. هنشوف ايه اللي هيتم تاني دلوقتي عندنا. وعدى هنا الوقت بتاعنا، بس انا هدوس هنا وهقول مثلا ابديت وهختار هنا مكان الوقت بتاعي، هقول الساعة 4:06 والوقت بتاعي هقول 25، اقول له ابديت واعمل مينيمايز تاني.
هتلاقي العملية برضو نفس الوقت. اللهم فرج هم المهمومين ونفس. لو قلت دوست دونت ريمايند هيقول لي اوكي انا مش عايز اكمل. طبعا دي بالنسبة للنقطة دي. نبتدي نشوف النقطة دي هنا واحدة واحدة. لما بنيجي نعمل اد لريمايندر، طبعا دي زي ما احنا شايفين داتا جريد فيو، وهنا اد ريمايندر ندوس عليه دبل كليك. هنشوف هنا العملية اللي عندنا اسمها ايه. بنقول هنا ان البطن اللي اسمه اد ريمايندر راديو بتون، بقول ان لو الراديو بتون بتاعي اللي هو الاد دوت تشيكد، يبقى انا كده بضيف رساله جديده. بشوف هنا داخل كونديشن او بعمل كونديشن تاني، لو التكست مسج نوت ايكوال سترينج دوت امبتي او ناثينج، يعني ببتدي اضيف الداتا بتاعتي عندي. هي كلها نفس الفكره اللي قبل كده، بس ببتدي نضيف المسج والتايم تشيكر والستاتس، ونبتدي نسجل كل حاجة هنا زي ما هي مكتوبة قدامنا كده. طبعا دي الستاتس انا بعمل عليها فلاج بعد كده، وبعد كده بنكمل للريمايندر عادي مفيش اي مشاكل عندنا. في حاجة اسمها عندي فانكشن اسمها جيت ريمايندر. جيت ريمايندر دي بتبقى شغالة على طول. لو انا عندي هنا زي ما احنا شايفين، في عندي تايمر اسمه تايمر ديتيرمين اتشيكر، دبل كليك او اسف يعني كليك يمين بروبرتيز، عامل لان اللي هو الانترفال بتاعي عامله بثانيه، كل ثانيه بيعمل تشيك على حسب كل واحد والبرمجه بتاعته. بعمل تشيك على كونديشن معين او على جمله سيلكت معينه، لو الستاتس بيساوي واحد بيفتح ديترمين بتاعتي ويجيبها ياخدها عندي، ويفضل يكمل الداتا زي ما احنا شايفين مفيهاش اي مشاكل خالص. ده التايمر بتاعي، هو ده اللي انا عامله جواه، ده الكود. بقول ان ليبل تشيكر دوت التكست ايكوال النو، ده بعمل تشيك عليه. بقول جملة السيلكت بتاعتي سيلكت استريك فروم ديتيرمين وير ان تايم تشيكر ايكوال النو، واقول الكونكشن سترينج برضو بتاعي زي ما هو ثابت مفيش اي مشكله. فعمل هنا كونديشن اف ان المي دوت البايندنج كونتكست للداتا سيت 2 للديتيرمين دوت الكاونت اكبر من الزيرو، لو اكبر هيروح داخل. عملت فاريبل اسمه اكس من نوع سترينج، بقول ان الاكس بيساوي الابلكيشن دوت الستارت اب للسيستم دوت دي ال ال. عندي فايل داون الفايل بتاعه اللي هو الدعاء بتاعي، بس انا مخليه على اكستنشن دي ال ال. واقول فانكشن عندي هنا بلاي ساوند فايل، ببعت لها الاكس بتاعي، الاكس اللي هو اسم الفايل، وطبعا لازم يكون من نوع ويف. جو تو ديفينيشن بقول له هنا بياخد، ادي كده يا جماعه دي صب، بس صب انا ببعت له سترينج بيعمل لي عمليه معينه مش محتاج ان انا اعمله هنا فانكشن. بقول هنا ان الصب بتاعي اسمه بلاي ساوند فايل، بياخد ساوند باس من نوع سترينج. بقول بلاي ساوند دوت ساوند لوكيشن ايكوال للساوند باس، وبعد كده بلاي ساوند دوت لود عشان يشتغل، بعد كده بلاي ساوند دوت بلاينج لوبينج، يعني يفضل شغال لحد ما حد يعمل له ستوب. بمعنى لو احنا ما عملناش ستوب مش هيقف. نشوف هنا في عندنا باتون تاني اللي احنا قلنا عليه ستوب ريمايندر داون، ده طبعا بيكون مخفي بس بيظهر مع ان التايمر بيشتغل. بقول هنا بلاي ساوند دوت ستوب، وبعد كده بي تي ان ستوب ديتيرمين دوت فيزيبل ايكوال فولس بخفيه. بقول ان التايمر ديتيرمين اتشيكر ستوب، وبعد كده بشغله تاني. تمام، ده لحد دلوقتي كده دي النقطة. طيب لو انا عايز اعمل ابديت للديتيرمين، يعني دلوقتي انا عايز اعمل الابديت، بضطر ان لازم ادوس هنا على راديو باتون دي ونشوف ايه اللي بيتم. بنبتدي نعمل كل حاجه بتاعتنا زي ما هي عادي، بس هنا بنحط جمله ابديت وبنغير كل حاجه احنا عندنا. طبعا الدي تي بي اللي هو ديت تايم بيكر دوت الفاليو عشان يجيب لنا الداتا الموجوده عندنا في التايم بيكر بتاعنا.
وبتدي نكمل كل الداتا بتاعتنا زي ما هي، مفيش اي مشكلة. طبعا يا جماعة لو انا بمشي بسرعة دلوقتي، ممكن وانت بتتفرج على الفيديو ممكن تعمل ستوب وتشوف الكود تكتب لاين لاين. انا ممكن ادي طبعا الكود سهلة مش صعبة، بس لما انا بكتب كود بايدي احسن ما اخد كود كوبي وبيست عشان اقدر افهم لو انا لسه حتى بشتغل بالكود بتاعي. طبعا انا طبعا لو انا عايز اعمل اكنسل ديترمين برضو نشوف ايه البي تي ان كانسل. او ديليت ريمايندر، ادي الديترمين اللي عندي او الريمايندر اللي عندي. بتاكد الاول مسج بوكس ان انا عايز داله الريمايندر ده ولا لا، وبيطلع لي بصيغه الارت او بفورم الارت. بعمل ديليت للليبل للمسج اي دي، وبعد ما نكمل خلاص مفيش اي مشاكل. بعد كده طبعا في عندي فورم تانية اسمها اف ار ام مسج، اف ار ام ابديت ريمايندر او ديتيرمن، اللي هي زي ما احنا شايفينها دي. ادي فورمه، بنعمل الفورمه بنحط لها ديت تايم بيكر، ديت تايم بيكر، و بطن اسمه بي تي ان ستوب ديتيرمن، والابديت والكلوز. نبتدي نخش على طول، هنا مفيش اي حاجه خالص، كل ده احنا بنعمله بنبعت باراميتر بس. نشوف البي تي ان ابديت اللي قدامنا زي ما احنا شايفين. طبعا الكلاس بنضيف له او الفورم امبورت سيستم دوت داتا. طبعا ناخد بالنا يا جماعه ان الفورم بتاع المين ضايفين له لايبرري فوق خالص اسمها سيستم دوت ميديا دوت ساوند بلاير، لازم ناخد بالنا من النقطه دي كويس جدا. طبعا هنا الفورم اللي هي ابديت ديتيرمين زي ما احنا شايفين قدامنا، بنعمل الكونكشن سترنج بتاعنا وبنكمل، وبعد كده بنعمل ابديت. لو انا عايز ادوس ابديت طبعا للديتيرمين بيخلي الاستاذ بتاعتها بواحد، والتايم تشيكر اللي هو التايم تشيكر الجديد بتاعنا لو احنا معدلين، والاي دي ببعته اللي هو للديتيرمين اي دي. كده بنكمل كله مفيش اي مشاكل. طيب الباتون اللي اسمه كلوز بنعمل مي دوت كلوز بس مفيش مشكله فيه. طيب ايه الابديت؟ لو انا عايز اعمل ابديت للداتا اللي عندي، او احنا لسه قايلينها برضو، لو انا عايز اعمل دونت ريمايند مي بخلاص بعمل بخلي السيرز بتاعتي ايكوال زيرو، بس يفضل متسجل عندي في الداتا بيز ما بيظهرش تاني. ده بالنسبه للنقطه دي. طبعا في حاجه اسمها جيت ديتيرمين، اعتقد احنا اتكلمنا عنها او مش متذكر بصراحه، مش مشكله خلينا نتاكد منها. ادي بابليك سب جيت ديتيرمين، طبعا انا مش عامل هنا برايفت، بابليك عشان بناديه في اي مكان، وانا في اي مكان اي فورم تاني او اي كلاس اقدر انادي الحاجه اللي انا بدور عليها. سيلكت اي دي، كل حاجه موجوده بس لما السيس بتساوي واحد، وبعمل له في الاخر للداتا سورس بتاعتي للداتا سيت اللي جايه لي، وقول ان الممبر بتاعي اسمه ديتيرمين. طبعا اتمنى ان البرنامج يكون عجبكم. طبعا حتى كانت نفس البرنامج ده انا وصلت حاجة فيه برضو بس على شكل تاني، بمعنى لو انا فتحت هنا كده بروجرام فايل، هو نفسه بس عامل الديتيرمنت بتاعي بشكل تاني. ادي هنا لو دوست هنا، بس انا عايز ادوس هنا ابديت، دوست ابديت هنا واخترت كده. لو انا دوست هنا هشوف انا التاريخ كان يوم 9، لا انا خليه بتاريخ النهارده 19، وبعد كده هعدل الساعه دي ل ام، والساعه تبقى 4 صباحا يعني، و16 اقول له هنا و8 ثواني اقول له ابديت. بص ناخد بالنا هنا هيعمل ايه. كتبها حبيبي في الدمع الحزين فتح.
طبعا كل اللي انا هعمله هقول هنا هنختار هنا نفس الموضوع، هقول هنا 58، هقول هنا update. فتحت الرسالة